فيما يخص انه الشركات المتواجده في اي محافظه كانت عدا بغداد، فانه ما يحتاج انه الشخص بعد يقدر يراجعنا او يتعنى عناء السفر للحضور الى المختبر. هذا الموضوع من خلال الرابط الاونلاين يقدر هو في مكتبه، في منزله، في اي مكان متواجد يبني المعلومات، وبعد احنا نتواصل وياه ان كانت كامله او ان كانت انه بها نقص معين لغرض اكمالها، وايضا تضمن انه فقره التوصيل نقدر انه نوصل اليها، امر جدا سهل. تعامل وزاره الصحه هو حسب انه مثل اي مختبر اخر موجود، انه ما عندنا مثل اي اشكال معين، تعامل انه قائم على لجان كشفيه او لجان طبيه تراجع المختبر، الحمد لله والشكر اي اشكال ما عندنا، الامور جدا طبيعيه والتعامل جدا سلس. خلال القدوم الى المركز اللي صدر البطائق المستمسكات المطلوبه هي الجواز السفر والكارت اللقاح وصوره شخصيه، ووقت اصدارها ما يستغرق وقت طويل، او الكترونيا من خلال ارسال المعلومات، وهي بطاقه الكترونيه تستخدم هي معتمده بجميع انحاء الدول، وتستخدم لفلتره المواطن العراقي، ويتم اصدارها من تطبيق عراق باس، ومعتمده بالسفر. جيت لهنا عمود اصدار الهويه الدوليه مال السفر مال اللقاح، وهاي مطلوبه اجباري بالسفر. اذا ماكو هويه ماكو سفر، لان هسه من 1/4 اللغه البي سي ار، بعد ماكو بي سي ار، لازم يكون عندك هويه دوليه. فلو تكون الكترونيه افضل ما تجي هنا للمركز وسره وازدحام وتدفع فلوس 30,000 دينار، خب الكتروني وخلص عن طريق النت. نقدر نصدر البطاقه في حال اذا تكون معلومات البطاقه مطابقه للمعلومات الموجوده على المنصه من تواريخ الجرع والاسم الثلاثي، في هاي الحاله نقدر نصدر البطاقه، اما في حال اذا مرفوع جرعه واحده وخطا بالاسم احنا هنا ما نقدر كل شيء نسوي، لانه ما عندنا الصلاحيه بالتعديل او اضافه الجرع، احنا فقط هنا جهه اصدار. بهيك حال نرجع المواطن انه يرجع نفس المركز الصحي اللي لقح به يعدل بياناته وبعدين يجينا لهنا نصدر البطاقه. Yeah.